بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب، أنا النهاردة عايز أتكلم عن الطوب، عدده في المتر. المتر المسطح فيه كم طوبة؟ المتر المكعب فيه كم طوبة؟ الألف طوبة يعملوا كم متر مسطح؟ الألف طوبة يعملوا كم متر مكعب؟ هو ده الهدف، عشان كده عملت الجدول ده. أنا عارف إن الموضوع ده فيه جدل كبير، أتمنى إن أنا أحاول أحسمه فيعني والموضوع ينتهي. فياريت نفكر كده مع بعض في الجدول ده ونفهمه مع بعض. دلوقتي انا هجيب ابعاد الطوبة الستاندر اللي كلنا حافظينها، الطوبة الـ25 في العرض اللي هو الـ12 والارتفاع اللي هو 6 سنتي. تمام يا شباب، في عندنا عرموس مون، هعتبره دلوقتي ان هو زيرو، مش هكتبه. فمساحة الطوبة، مساحة الطوبة يعني الطول في الارتفاع، لأن دي مساحة الحيطة مليش علاقة بالسمك. مساحة الطوبة دي في حالة إن إحنا هنعمل حائط سمكه نص طوبة، يعني سمكه 12 سنتي، السمك بتاعه 12 سنتي، فإحنا بنحسب طوله وارتفاعه. تمام، بالنسبة لحجمه يبقى إحنا هنعمل حائط طوبة، يعني الحائط ده هيبقى سمك الحائط 25 سنتي. فبنحسب حجم الطوبة اللي هو 25 سنتي في الـ12 في الـ6. تمام يا شباب، مفيش مشاكل كده، احنا جبنا مساحة الطوبة وحجم الطوبة. العدد اللي انتوا شايفينه ده العدد بدون عرموس، يعني اذا كان العرموس صفر، العرموس زيرو، هيبقى العدد 66 طوبة موجودة في المتر المسطح، وهنا العدد ده هيبقى 555 طوبة في المتر المكعب. الكلام ده في حالتين، حالة رقم واحد بشرطين، يعني الشرط الاول هو ان العرموس زيرو، الشرط الثاني ان مفيش هالك، يعني احنا كده ولا حسبنا هالك ولا حسبنا هالك ولا حسبنا العرموس. طيب لو انا دلوقتي جيت كتبت باقي ابعاد الطوب وبعد كده نبدا نشوف العرموس لما نغيره ايه اللي هيحصل. الطوبه الثانيه اللي هي بتتعدل على الابعاد دي، الطوبه اللي هي مش ستاندر، هتبقى 20 في 10 في 6 أو 5 حسب ما هتيجي يعني. تمام، أنا هعتبرها إنها 5. طيب فالعرموس هنا زيرو، فالمساحة هتبقى 1 من 100 بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت، هيبقى ده الحجم 1 من 1000، فهيبقى ده عدد الطوب، هيبقى 100 طوبة فين؟ في المتر المسطح، و1000 طوبة في المتر المكعب. ده في حالة إيه؟ في حالة إن إحنا اشتغلنا بالأبعاد دي من غير عرموس، العرموس صفر، ومن غير ما نحسب هالك. طيب في الطوبة الدبل، الطوبة الدبل اللي هي هتبقى 25 في الـ12 في 12 برضو الارتفاع بتاعها، والعرموس هعتبره زيرو. طيب هنا الارتفاع ده هكتب 12 بس، بوينت 12، وهنا بوينت 12. تمام يا شباب، طيب هنا في طوبة اللي هي الطوبة البلوك اللي هي بتبقى 40 طولها 40 سنتي وعرضها 20 وارتفاعها 20. تمام كده، احنا كتبنا الأبعاد بتاعة الطوب الستاندر اللي بنشتغل بيها. كده حضرتك عندك عدد الطوب بدون عرموس في المتر المسطح، وعدد الطوب بدون عرموس في المتر المكعب، وده الألف طوبة لما أقسمها على المتر المسطح هيدينا 15، يعني تفرض 15 متر مسطح. ده في حالة ايه؟ في حالة ان مفيش عرموس، في حالة الابعاد بتاعت الطوبة دي. طيب 1.8 ده في حالة ايه؟ في حالة ان انا ما عنديش عرموس، الالف طوبة لما اقسمها على العدد ده هيفرد معايا 1.8. طيب لو انا بقى عملت العرموس ده 1 سنتي، بوينت او واحد، 1 سنتي، ايه اللي هيحصل؟ وهو ده الستاندر، وهو ده اللي انا عايزك تبقى حافظه وتشتغل عليه. هو ايه؟ هو ان انا الطوبه ال 25 في 12 في 6 في عندي 1 سنتي عرموس، يبقى مساحه الطوبه هتبقى الطول بدل 25 هيبقى 26، والارتفاع بدل 6 هيبقى 7. عشان كده هنا لما نيجي نجيب المساحه هتبقى ال 26 في ال 7 هيديني الارتفاع ده، هيديني المساحه دي، دي مساحه الطوبه. وحجم الطوبه ان هيبقى 25 هتبقى 26، وال 12 هتبقى 13، وال 6 هتبقى 7، والعرموس 1. يبقى في الحاله دي، دي المساحه وده الحجم. عدد الطوب،
عدد الطوب معناه ان انا عندي 1 متر مسطح، فبقسم الواحد، بقسم واحد على المساحة بتاعة الطوب. يبقى الرقم ده جبته ازاي؟ 1 على مساحة الطوب، يبقى فيه 54.9 طوبة، يعني قول 55 طوبة. طيب الحجم هيبقى ده الحجم، يبقى 1 متر مكعب هقسمه على حجم الطوبة هيديني حجم، هيديني اسف، عدد الطوب اللي موجود في المتر المكعب ده بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب الالف طوبة، لما اقسم الالف على العدد اللي في المتر هيقول لي ان الالف طوبة تعمل 18 متر مسطح من الابعاد دي، والالف طوبة هتعمل 2.3 متر مكعب من العدد ده، يبقى الالف طوبة بيعملوا 2.3 متر مكعب. تمام يا شباب؟ طيب يبقى دي الفكرة، ان انا المتر المكعب فيه 422 طوبة، المتر المكعب فيه 422 طوبة، المتر المكعب فيه 422 طوبة، يبقى الالف طوبة يفردوا معايا 2.3. فهمنا الفكرة يا شباب؟ وده الجدول، حضرتك تقدر تراجعه وتقدر تفهم الدنيا مشيت ازاي. خلاص كده يا شباب، اظن ان الدنيا ما فيهاش مشاكل. المساحه جت منين؟ جت من الطول في الارتفاع، الطول مضاف عليه العرموس والارتفاع مضاف عليه العرموس، يعني 6 بقت 7 و25 بقت 26. طيب الحجم جبته منين؟ جبته من الطول في العرض في الارتفاع، كل واحد فيهم ضفت عليه العرموس. العدد ده جبته منين؟ ده جبت ان انا عندي 1 متر، قسمت الواحد متر 1 على المساحه، اداني العدد في المتر المسطح. العدد بتاع المتر المكعب كتبت 1 على حجم الطوبة، اداني عدد الطوب في المتر المكعب. طب ده جبته منين؟ قلت 1000، على قسمت الألف على عدد الطوب في المتر المسطح، اداني ان المتر ان الألف طوبة يعملوا 18 متر مسطح بوينت 2. طيب الألف طوبة هنا قسمتهم على عدد الطوب اللي موجود في المتر المكعب، اداني ان المتر ان الالف طوبه يعملوا 2.3 متر مكعب. كويس كده؟ طيب في النهايه خالص بعد الكلام ده حضرتك بتحسب هالك الطوب، بتحسب هالك الطوب. هالك الطوب ده يا شباب رقم غير ثابت، ده بيتحسب حسب ايه؟ حسب انا دلوقتي شغال بطوب جاي من شركه محترمه، الشركة دي عاملاه في مصنع، في مكان عامل الادوات دي، الطوب ده نشف، الطوب ده قوي، الطوب ده ناشف، ولا الطوب ده تعبان بابعاد تعبانه. فمعنى كده ان الطوب لو طوب ستاندر، طوب محترم، طوب تم استلامه، يبقى الهالك بتاعه بيبقى قليل. كل ما الطوب سعره غلي كل ما الهالك بتاعه قل، فمعدل الهالك 5%، ده اللي حضرتك بتشتغل بيه، 5% هالك. لكن ما ينفعش ان حضرتك تثبت رقم 5% ده، لان الرقم ده رقم متغير ما ينفعش تثبته. اتمنى ان في النهايه كده الجدول يكون واضح، وانا بشكركم جدا وبسالكم الدعاء لي ولابي ولامي، وجزاكم الله عز وجل خيرا اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.